الانترفيو مع زينة. سيدة نائب يوسف ترشون، أهلا وسهلا، تحياتي ومرحبا بك على موجات الإذاعة الوطنية. مرحبا بك أخت زينة، ومرحبا بكل مستمعيك، ومرحبا بالإطار الفني المساعد. كنت بحضينا وضيفنا قبل الانتخابات الرئاسية، وترجع معنا بعد نتائج الانتخابات الرئاسية اللي خرجت رسميا، تعليقك على النتائج كيف كانت والجدل اللي صار دايوغ على النتائج في حد ذاته. طبعا هذه النتائج هي معنا ما نجمو كان نفرحوا بها، لأنه في اعتقادي هي تعبير عن إرادة الشعب التونسي. الشعب التونسي في النهاية بعد كل اللغط وبعد كل الجدل اللي صار في علاقة بحيثيات المسار الانتخابي، نعم، قال كلمته وقال هذه إرادتي، وما علينا إلا أن نحترم إرادة الشعب التونسي وأن نمتثل لإرادته. قبل بأيامات دايوغ كان الموضوع هو تنقيح القانون الانتخابي في علاقة بما يعرف بحكومة مهجر، وبرشا سيناريوهات محتملة كانت حاضرة. ومن بعد الحقيقة الكلام اللي قلتونا في الاستوديو، قالوا حتى أطراف من المعارضة في حد ذاتها، من بينها مثلا مدير حملة سي العياشي زمال، اللي قال حبوا يخدموا بسي العياشي من الخارج، وقال لن نطعن. دايوغ ما صارش طعن لا من حملة سي المغزي ولا سي زمال. إفكتيمون، احنا ما بنينا عليه اختيارنا لضرورة تنقيح المجال الانتخابي أو القانون الانتخابي ما كانش مجرد معناها كما يدعي البعض مبني على نظرية المؤامرة أو على معناها استباق لمسائل قد تحدثنا على الخطر الدائم إلى آخره. نعم. اتهمنا معناها بأننا نبالغ وبأننا نتحدث عن أشياء خيالية وبأننا معناها ربما نريد الانتصار لمرشح بعينه وأن نمهد له الطريق. أيوة. بين بالكشف بعض سلوكات هؤلاء الذين مش اتهمناهم، هؤلاء الذين كشفنا من خلال قراءتنا لبياناتهم ومن خلال استماعنا لمداخلاتهم أن هنالك مؤامرة تحاك ضد البلاد. والبرلمان التونسي كان في الموعد، ومعنى أنا سعيد جدا بأنه هؤلاء الوطنيين معنى قالوا لا لهذه المؤامرات وقاموا بما يجب القيام به في اللحظة المناسبة. وكان الرد في الواقع على معنى ما اتهمنا به من كوننا نتحدث على نظرية مؤامرة إلى آخره واضح في ردود الفعل بعد نتائج الانتخابات، لأنهم مش كانوا يتمنوا هؤلاء، خاصة نتحدث على مش على ربما المرشحين اللي خاضوا التجربة اللي خاضوا العملية الانتخابية، باعتبار أنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أقرت شرعية معنى مشاركتهم في الانتخابات بناء على ما يفرضه القانون، لأن نتحدث على أولئك الذين أسقطتهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اللي أسقطت ترشحاتهم. وإحنا قلنا أن هؤلاء بالضرورة لابد أن يمتثلوا القانون. في الواقع وقت اللي قلنا احنا كونوا فما مؤامرة تحاك، نعم، هنا شفناها من بعد وعبروا عليها حتى المرشحين. احنا قلنا سابقا انه لا يعقل انه نتحدث على طعن في نتائج انتخابات مازالت ما صارتش. أيوة. والناس هذوما شنو كان الامل متاعهم؟ كان الامل متاعهم انه المرشحين اللي عندهم الحق في الطعن يطعن، ولكن المرشحين اللي عندهم الحق في الطعن لم يطعنوا. وذاك علاش هما عطاونا معناها برهان على انهم مقاربتنا كانت صحيحه في كونهم هما طالبوا المرشحين اللي عندهم الحق في الطعن، نعم، بان يطعنوا، مش طالبوهم فقط. اجمالا الطعن كيف تكون النتائج متقاربه شويه، فما فاصله ما الوضع الشاسع والنتيجه كبيره معناها. شوف، اراده الشعب التونسي حتى واحد ما يحددها له. احنا بالنسبه لنا وقت اللي نتحدث على هذا البون الشاسع ربما هو في حد ذاته رسالة، وهذه الرسالة اللي بعثها الشعب التونسي، نعم، رغم ما نجموش نقارنه، فما برشا مقارنات لا تستقيم. وقت اللي نتحدث على انتخابات ما قبل الثورة حاجة، ونقول النسب هذه كانت بالفعل معنا نعرف السناد قضية كيفاش كانت تتعبها، ولكن اليوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اللي هي هيئة بالفعل برهنت على حرفية عالية، كانت الانتخابات شفافة وكانت الانتخابات نزيهة، والشعب التونسي هو اللي عبر على الإرادة نتاعه انها تكون 90% او تكون 50% او 60%، هذه مسألة مرتبطة بإرادة الشعب. دونك المقارنات هذه لا تجوز، لانه ما كانش عندنا اصلا احنا هيئة عليا مستقلة انتخابات. يا اخي خلي تتذكر الناس، يا اخي وزارة الداخلية كانت هي اللي تعمل تنظم العملية الانتخابية، ولليوم في عدة الدول وزارة الداخلية هي اللي تنظم الانتخابات. لا، وما فماش اعتراض على انه تكون المهم دائما مقارنة بالنموذج التونسي. فهمتي؟ المهم هو انه هذه الهيئة والا الذين يوكل لهم الامر نتاع الانتخابات يكونوا بالفعل مستقلين. صحيح. والهيئة العليا المستقلة للانتخابات برهنت على ذلك. اليوم احنا وقت اللي
خذينا الانيسياتيف في مجلس نواب الشعب ولقينا انه فما صراع شرعيات بين الهيئه العليا للمستقله الانتخابات والمحكمه الاداريه، اتهمنا باننا ننتصر الى مرشح بعينه، الوغ فما ثلاثه مرشحين اللي شفنا احنا من بعد انهم هما امتثلوا لهذا القرار، وحتى باش يطعنوا هما للمحكمه الاداريه والتحكيم العدلي ما طعنوش كومبليتمون. وهنا نفهموا هذه المعنى اللغط اللي قاعد يصير، واليوم قاعدين نشوفوا في الناس هذوما على صفحات التواصل الاجتماعي في صفحاتهم الرسميه يخرجوا في بيانات نتحدث على المرشحين الساقطين. أيوة. اللي اسقطتهم لا يرى الانتخابات، واللي اليوم في كل ما هما يقولوا احنا نتحدثوا على حرب تحرير ومعركه ونستعملوا في مفاهيم ربما ما تعجبش، ايه هو تسمع انت تشوف بيان وتشوف كذا تسمع تشوف كلمه معركه ويعتبروا رواحهم في معركه يكرروها. شكون تحكي سي شو نسميو انا نتحدث بكل وضوح على المرشح المنذر الزنيدي والمرشح عماد الدايمي. وتنجموا تسمعوا المداخلات نتاعهم وتسمعوا البيانات اللي مخرجينها في الصفحات الرسميه نتاعهم. احنا ما نجمش نتجنوا عليهم، وقراءه هذه البيانات وقراءه والاستماع لخطابهم يبين كون الناس هذه بون يتحدث على نضال سلمي وديمقراطي ومدني الى اخره، ولكنهم هما يبطنوا تجيش الشارع ويحبوا يسقطوا قيس سعيد بالشارع. وانا نعتبر انه هذا من بين الاشياء اللي لابد ان نتحاسبوا عليها، لانه احنا بالنسبه لنا اللي نضاله سلمي مدني ديمقراطي راهو يمشي للصندوق. تقول لي هما يدعيوا انهم منعوا من الصندوق، اللي يمشي للصندوق يمشي حسب شروط قانونيه وحسب معناها يضبطها القانون الانتخابي، اذا كان ما توفرتش فيك انت الشروط. انا ترشحنا كنواب مجلس نواب في مجلس في المجلس التشريعي في الفتره اللي فاتت وطلبوا منا وثائق وطلبوا منا كذا ومدينا الوثائق بما في ذلك البطاقه عدد ثلاث. انا وقت اللي قدمت الترشح نتاعي قدمت بطاقه عدد ثلاث، شو المشكل معناها؟ فما بالك برئيس الجمهورية. اثنين، شرط ازدواج الجنسية، رغم اللي أنا ما نتفقش مع طرح الشرط هذا في علاقة بكل معناها المستويات الانتخاب والترشح، مثلا في مستشار بلدي ولا في 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 مستوى محلي إلى آخره، ولكن فما وظائف عليا في الدولة، هذه الدول العالم الكل، في فرنسا ما عندوش الحق يترشح إذا كان عنده دوبل ناسيوناليتي رئيس الجمهورية. فما إذا راهو رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأمن القومي. ولذلك مثل هذه الشروط اللي ما دام تحطت في القانون حتى اذا كان احنا عندنا ما اخذ عليها او احنا ما نتفقوش بها عليه، هذه تحطت في القانون فما مؤسسات وضعتها. نعم. يمتثلوا لها الناس هذوما، ومش توا قاعدين نسمعوا فيهم يجيشوا. وقت تحدثنا احنا على انه الناس هذه تلتقي، من الغريب انه اعداء الامس اصبحوا اصدقاء اليوم. أيوة. المهم ان نسقطوا قيس سعيد، واحنا راهو ننتصر. تحكي لهنا على الاحتجاجات اللي صارت، الخروج اخر مسيره او مظاهره مثلا قادتها المعارضه قبل بنهارين من لا مرحبا بها المعارضه ان وهذا نحب نوضح حاجه خاطر انت قلت اعداء الامس اصدقاء اليوم. اي الناس هذوما وقت اللي يتظاهروا مرحبا بهم، وبالعكس يجب ان نكفل لهم حق هذا التظاهر والتعبير عن راي. وخلينا نتحدث على مساله دقيقه ياسر اختي زين. تفضل. من منع اي حزب سياسي من النشاط في بلادنا؟ فما حاجه منعت اي حزب من انه يعبر على رايه؟ وهم كل يوم زعماء هؤلاء الاحزاب واعضاء مكاتبهم السياسيه يجيوا لكل البلاتوات ويتحثوا على ارائهم ويتحثوا على مواقفهم ويقولوا احنا نعتبر معناها 25 جويليه انقلاب واحنا كذا، وحتى واحد ما سجنهم ولا على ارائهم. وذاك علاش انا ناكد ونعاود اكثر من مره، على الاقل هذا رايي، انه ما عندناش في تونس مساجين راي. لو كان جاء الامر يتعلق بآراء سياسية متى البعض من الناس اللي وقع إيقافهم بسبب جرائم أو القضاء قاعد يحقق فيها، وتقول لنا هذول معناها مجرمين ولا مش مجرمين؟ راهو الناس هذوما الكل اولا راهي تحلت الاحزاب نتاعهم، وراهم الزعماء الاحزاب هذيا تم معناها منحهم من التعبير عن الراي. بالتالي تحب تقول ما فماش قرار سياسي اليوم في حل اي حزب، بالتالي الناس اللي تحكي على ضرب الحياه السياسيه وضرب الحياه الحزبيه او الاحزاب كلامه مردود عليه. صحيح اختي، انت ضيوفك في البلاتو هذا انا نتابعه، احنا في كل بلاتوات هما زعماء احزاب وهما ناس يتكلموا باسم مرشحين. نعم. اي هذو مش بيهم ما وقفوهمش اذا كان الامر يتعلق بارائهم، والكلهم يعبروا بشكل واضح. وفيهم اللي يتكلم على الانقلاب، وفما ناس تتظاهر في الشارع وتقول هذايا انقلاب واحنا ما نعترفوش بالسلطه، وحتى واحد ما اعتقلهم. توا وقت اللي نجيو نتحدثوا احنا على السياسه، هم يمارسوا في السياسه الناس هذوم، شكون منعهم؟ وقت تجي انت على الاشخاص بعينهم، فما اجهزه نتاع الدوله قالت هذوما متورطين في جريمه تآمر على امن الدوله ولا تخابر مع جهات اجنبيه في علاقه بالدوله، اي مالا شنو تحبهم يعملوا؟ يا عم فما ناس من الناس هذوما اشخاص معناها ينتميوا الى احزاب، الاحزاب هذه زعماء قاعده تتكلم بكل حريه في الفضاء الاعلامي.
وبعد يجي يقول لك تهدئه سياسيه، فما ناس تعرف شنو تفهم تهدئه سياسيه. انا جايين هذا تهدئه سياسيه شامله اليوم. خلي نقول. قول. فما ناس. ايوا. التهدئه السياسيه بالنسبه لهم هي بوس خوك ويجم تسامحوا مع المجرمين والخونه والعملاء. باش نقولوا لهم لا. والشعب التونسي الزوز ملايين و400 اللي انتخبوا السيد رئيس انتخبوه على قاعده، وانا واحد منهم، انتخبوه على قاعده المبدا الاساسي اللي تبنات عليه 25 جويليه، وهو محاسبه الفساد والفاسدين. ما فماش تسامح مع الناس اللي اجرمت في حق البلاد هذه، كسوا على المستوى الاقتصادي ولا المستوى السياسي. فما ناس سفرت ولادنا، فما ناس معناها تثبت في جرائم ارهاب في البلاد وحمايه تحكي على قضايا التسفير الهديين هذوما الى اليوم لم تبحث بالتفاصيل. هذا تو اللي يتكلم من وراء البحار، ما استقبلش الدواعش داخل قصر قرطاج، ما لوثش رمز من رموز الدوله بشيوخ الفتنه وشيوخ الارهاب، ما كانوش يستقبلوا فيهم هو والرئيس المؤقت هذاك اللي فهمني محمد منصور المرزوق الطرطور اللي اسمه محمد المرزوقي. ما يتقالش فيه في الاعلام. لا ما يقولوا عليه طرطور، مش كلام فيسبوك. حتى صلاحيات ما يجيش يا ما يتقالش. السيد هذا يقول لي شوه لي بلادي ويجيب لي شيوخ الفتنه محل ملاحقه هو ده الرئيس. اي فوالا هذاك علاش يلزم يكون محل ملاحقه. وتجي تو الناس اللي تتحدث على التهدئه السياسيه، هل المقصود بها هو انه الناس اللي تمارس السياسه في اطار القانون وتعارض على روحك كما تحب؟ هم قاعدين يعارضوا، هم يتكلموا في كل بلاتوات، وهم سمعني يخرجوا في بيانات نتاع احزابهم ومعارضين للسلطه، اعتقلوهم مارسوا عليهم العنف، هم يتظاهروا كل يوم ويرفعوا في شعارات، والامن موجود يحمي فيهم الامن في المظاهرات نتاعهم ومش مزيه ويلزم يحميهم، وانا مع حقهم المطلق في التظاهر السلمي وفي انهم يعبروا على اي فكره يحبوا يقولوا عليها. هذيك هي الحياه الديمقراطيه. ولكن سامحني، ولكن فيها نظام حكم وفيها معارض. شوف شوف. ولكن التسامح مع شوف كان فما حاجه اسمها بقانون العزل. اي وقانون العزل هذا شكون اللي طيحوا؟ طيحوا الاخوانجيه وقت اللي تامروا مع الفاسدين نتاع النظام اللي الشعب التونسي ثار عليه ورجعوهم، حبوا يركبوهم علينا من جديد. اليوم نسيت الناس ذاكرتها ضعيفه. السيد المنذر الزنيدي هذا شد اربع مرات وزير في عهد الدكتاتور بن علي. صحيح ولا مش صحيح؟ باهي وقت اللي الدكتاتور هذا حاول يغير الدستور مش يغير قانون انتخابي باش يعاود يترشح مره اخرى، ما ناشدوش هو ما كانش من المناشدين نتاعو. تو ولا يتحدث على الشفافيه، هذا باش يعطينا دروس في الديمقراطيه؟ لو كان بقى سيده في الحكم هذا شنو باش يعمل؟ باش يقول لا راهو خالف الدستور وراهو اعتدى على اراده الشعب التونسي كما قاعد يعمل لي في الرومانسيه والبلاد ما اخر بياناته البلاد ماهيش وضع جميل جميل في بيان سياسي يتحدثوا على الجمال ويتحدثوا على كذا. الرومانسيه هذه مش بتعدى علينا وماهوش باش ينجموا يخدعوا الشعب التونسي مره اخرى ونحن حاسمين فيهم. وهذاك علاش انا اذا كاني واقف مع هذا الشخص النظيف اللي هو قيس سعيد راني واقف معه لانه راهن على انه البلاد هذه لابد انها تتحط على السكه الصحيحه، ولابد انه شنو نعملوا؟ ان ننظفوا بلادنا من هؤلاء وما نخليولهمش حتى فرصه باش يرجعوا يعاودوا يركبوا علينا من الجديد ويعاودوا يخدموا اللوبيات نتاع الفساد اللي هما خدم لهم، ويعاودوا يرجعوا لنا الوصايه نتاع السفارات لانهم هما وكلاء الاستعمار، والدليل انهم ما ينجموش يعيشوا. تعرف ايش يعملوا تو؟ انت تحكي هوني على تعرف ايش يعملوا تو؟ استقواء بالاجنبي معناها. اخت زينه تعرف اي نعم استقواء بالاجنبي، تعرف ايش يعملوا تو؟ تو مشكلتهم الوحيده نهار الكل يلوجوا على البيانات نتاع المنظمات الدوليه اسكو هنيت الرئيس ولا ما هنتوش؟ وقاعدين يحرضوا في البعض منها وفي اصدقائهم باش ما يمتنعوا على انه يدعموا تونس بالقروض وكذا ويقاطعوا تونس. هذوما وطنيين. باهي خلافك السياسي معايا مش مشكل، لكن خلافك مع الوطن انت تحب تونس تقف عليها القروض وما تعاونهاش الدول هذيا وما تعترفش بها دبلوماسيا. هذا هو الاشكال ربما اليوم في علاقه بال انه فما مشكل في انك تكون عندك نقطه خلافيه او خلاف شامل وكامل مع نظام الحكم انك انت ومع الوطن تستهدف الوطن ما تميزش. سامحني وقت اللي هما توا يمشيوا يقدموا يشكيوا بتونس يشكيوا ببلادهم للاجنبي وفي المنظمات الدوليه اللي نعرفوها المنظمات الدوليه ما سمعنا لها الصوت وقت اللي الشعب الفلسطيني قاعد يتذبح. وي. اليوم هذوما باش يعطونا دروس لنا احنا ولا هما باش يحدوا لنا قرارنا السياسي؟ احنا قرارنا السياسي قرار حر. وذاك علاش كي نتحدثوا على السياده الوطنيه لهنا السياده الوطنيه احنا ما عندناش عماله حتى طرف اخر. وانا قلت هالمره اللي فاتت كان ذكرش اختي زين انا فرحان انه الانتخابات في تونس اليوم ولات تونسيه وحتى المنظمات الرقابيه ما جابوناش هكا الجمعيات. وها واش نقولها على مسؤوليتي نتاع الجواسيس اللي لابسين جبت جمعيه نتاع ملاحظه ويبعثوا في التقارير نتاعهم للاجانب ويعملوا في الاحصائيات ويخلصوا بالمليارات ارقام خياليه
باش يجي يراقب لي هو الانتخابات حرصا على الديمقراطيه. معناها هذوما تو الامريكان اللي دمروا العراق ودمروا وتو يدمروا في لبنان ودمروا في فلسطين، هذوما هما المراجع نتاعنا في الديمقراطيه. انا بالنسبه لي حاجه ثانيه اختي زين، وقت نتحدثوا على الهدنه، هدنا مع شكون؟ رجال الاعمال الفاسدين، سامحني. خلينا ناخذوها بالنقطه سي ترشوم، خلينا نكمل. التهدئه السياسيه، والبارح رئيس الحكومه التقى مثلا رئيس المجلس البنكي والمالي وتحدث عن ضروره دعم الاستثمار مع رجال الاعمال، رئيس الجمهوريه في حد ذاته تحدث طبعاً عن مناخ الاستثمار، لازم الامور تركح في البلاد، لازم نشجعوا على الاستثمار، لازم عجله الاقتصاد الدول ما دامنا معولين على الذات. كيفاش نفرزوهم هذا ما خاطر صارت في وقت سابق شيطنه كبيره لرجال الاعمال؟ شوف ما نخلطوش احنا الصالح في جره الطالح. فوالا الرجل الاعمال الوطني رجل الاعمال اللي وراس المال الوطني، خلينا نتكلموا شويه عمق. راس المال الوطني احنا معاه ويلزم يقع دعمه، والمؤسسات الصغرى والكذا الى اخره اللي تشغل في البلاد، وفما رجال الاعمال شرفاء لولاهم كل الشباب وكل الناس اللي قاعده تخدم هذيك ماهيش باش تلقى موارد شغل، هذوما ناس نحييهم. واحنا حتى في قانون الميزانيه كان بعض تحدثوا عليه شويه، أيوة. فهمني، نحبوا ندعموهم ونحبوا يلفوا لي سوتنير، ولكن الناس هذه تلمح لحاجات اخرى. الناس هذه يقول لك علاش رجل الاعمال الفلاني ما نتسامحوش معاه، نسامحوا معاه. هو عملنا له قانون الصلح الجزائي. باهي السيد هذا اذا كان هو سرق الشعب التونسي وجات لجنه تحليل ماليه وقالت الدوله تسالوا كذا وكذا، خذا قروض دون معناه كيفاش نقولوا؟ فوائد. لا بخلاف الفوائد، دون معناه دون ضمانات. دون ضمانات وما رجعهاش، ومئات المليارات خذاوها من البنوك. تحكي على واحد من رجال الاعمال الموقوف حاليا علاقه برئيس المديره. علاش خاطر تابع العائله ولا تابع المنظومه القديمه؟ اي هذوما شو تحبنا نعملوا له؟ نقول له السماح في الشعب، في فلوس الشعب التونسي، وهذا اللي يخلي الناس تعمل في امالغام. اولا نعاود مره اخرى بكل وضوح، نعم، ما فماش بالنسبه لنا احنا في تونس اعتداء على الحق في ممارسه السياسه وفي المعارضه، وموجودين الناس هذوما، والحجة واضحة كونهم الأحزاب هذه موجودة والأحزاب هذه تنشط وتتكلم وتتظاهر وتخرج بيانات وكذا، نعم. ولكن فما أشخاص بعينهم تورطوا في جرائم حق عام وفي جرائم معناها كيما نتحدث على أمن الدولة، راهو مش لعب متفقين. اثنين رجال الأعمال تو كيف زاد نفس الحكاية، راهو اخي تو الدولة عندها مشكلة مع رجال الأعمال، هما شو يحبوا يصوروا هذا، يحبوا يعموا كونه المناخ نتاع الاستثمار سبب فيه هو انا قاعدين نحاسبوا في الفاسدين. ايش نعملوا لهم الفاسدين هذوما؟ ايش نعملوا لهم؟ ما نحاسبوهمش؟ هذا مطلب شعبي اللي غلط يخلص متفقين، ولكن ما نعملوش حملات تجيش. وقاعد تشوف في مواقع التواصل الاجتماعي الحامل بالنابل على بعض على بعض ويشهروا بالناس الموقف الرسمي للدوله. سامحني اختي زين، احنا انت بنحكي في علاقه برجال الاعمال في مستوى معين، نحكي على التشهير في رجال الاعمال والناس اللي تدعي التشهير. فما قانون ينظمه وينجم هذا يتعاقب اللي قاعد يشهر بالناس، ولكن نحكي على الدوله اللي عملت قانون اسمه الصلح الجزائي وقالت للناس هذوما تفضلوا اجاوا، نعم، ومستعدين معناها نتسامحوا نسامحوك، فقط اعطي حق الدوله. الناس هذه ولات هي باش تمز علينا، راهو فما حاجه. علاش الامور ما مشيتش كما ينبغي في الصلح الجزائي سيدي؟ على خاطر الناس هذوما امتنعوا على انهم يتصالحوا. هل المشكل في المعنيين بالصلح الجزائي او ربما المشكل في التركيبه الاخيره لاعضاء لجنه الصلح الجزائي في حدث؟ لا 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 سامحني، مش التركيبه الاخيره تخدم وفق مرسوم صادقنا عليه في مجلس النواب وعدلناه. القوانين موجوده سامحني عدلناه المره، ولكن مدى تطبيق وتنفيذ والمرونه. الناس هذوما سامحني بكل وضوح باش الشعب التونسي يفهمنا من غير ما ندخل في ملفات معينه، لان ما نعرفش الملفات في تفاصيلها. الناس هذوما ما امتثلوش للصلح الجزائي هذا بالشروط اللي يوضعها القانون. اذا كنت ما تمتثلش شو نعمل لك؟ انا نجي نسيبك نقول لك هاي برا ما يسالش؟ لا، ما تسامحوش في حق الشعب التونسي. من انا بالنسبه لي مساله مبدئيه هذه، لانه اذا كان احنا المبدا اللي قامت عليه الثوره هو القطع مع الفساد، نعم، لابد ان تتحسن من المساله هذه اختي زينه. مش معقول انسان، سامحني، التسامح هو المرسوم الصلح الجزائي، هو هذا هو التسامح، هذه الهدنه اللي حابين نعملوها معاهم. مش باش نعمل انت لهنا تفسر بمعنى اخر في كلمه الرئيس بالتهدئه السياسيه الشامله. لا انا ما نفسرش ما يقوله الرئيس. انا فاهمي الشامل. شوف نعم. شوف انا فاهمي للمساله التهدئه السياسيه الشامله باش الناس تفهم، نعم، انه الامر لا يتعلق بالتصالح مع الفاسدين ومن اجرموا في حق البلاد. هذم لازم القانون ياخذ مجراه. متفقين. ما عدا ذلك كل الطيف السياسي الاخر اصلا هو قاعد يمارس في السياسه نتاعو بموجب قانون الاحزاب، والناس هذه معناها تقول في ارائها وتفكر بكل حريه وتخرج في بيانات وتتكلم على روح، هذا ما عنديش انا مع شخصيا مع حتى اشكال. انا نفسي نتفق مع رئيس الجمهوريه في حاجات،
واكثر من مناسبه اختي زينه في علاقه بال 54 المرسوم 54 جوستومون اللي حتى مدير حمله رئيس الجمهوريه قال هوني عنا راه ماهوش قران منزل وقابل لي اما هيت عطينا نعدلوه او نلقى له صيغه. انتم هوني في البرلمان اليوم عندكم مشروع قانون لتعديل المرسوم 54 ما تروح على انظاركم سيد النائب، هل ماشيين في تعديل المرسوم 54؟ شوف انا استبشرت جدا بما سمعته من مدير حمله السيد رئيس قيس سعيد، وانا كنت معاه في الحمله وانا نعرف كيفاش سيناف السعيد اللي تحدث عنه هنا. انا كنت سعيد جدا علاقه بالمرسوم 54 ولكن نعم. احنا راهو ما استنيناش الاستاذ الفاضل نوفل سعيد كنواب وانا في شخصي باش نتحدث على المرسوم 54 ولا نقول له يلزم يتعدل. نعم. انا حتى قبل ما نكون نائب في لهنا في المنصه هذه نتاع الاذاعه الوطنيه. نعم. انا كنت نقول هذا المرسوم فيه مشاكل، وتكلمنا في البرلمان ومشينا وقت اللي ولينا نواب قدمنا مبادره تشريعيه في تنقيح المرسوم 54 وخاصه في الفصل 24 على خاطر هو المرسوم ما نجموش نلغيوه، علاش؟ لانه وقعنا على اتفاقيه بودابست في علاقه بالجرائم الالكترونيه، لكن احنا مشكلتنا الاساسيه هي في الفصل هذا بالذات فصل 24 في العقوبات وكيفيه التطبيق الى اخره. واحنا ايش عملنا؟ المشكله انه تعطلت المساله، علاش تعطلت؟ لانه فما مقاربه اخرى في علاقه بالزمن. معنا احنا عملنا اودعنا معنا وجات العطله البرلمانيه اودعنا معنا المبادره بعد جات العطله البرلمانيه وعملنا احنا استعجال نظر مره اخرى لانه نكتب هو اللي قال هذه ناجلوا نظر فيها، فاحنا قلنا نحبوا نعملوا استعجال نظر وعملنا استعجال نظر ووقعوا عليه 57 نائب. ها نعطيك معلومه ويعرفوا الناس هذا قلناه وخرجنا عليهم وقلناه والعدد قابل حتى للارتفاع ربما مش قابل للارتفاع. انا ناكد لك انه العديد من الخيان وهك تشوف انت حتى مدير الحمله المثال اللي خذيته انت نعم. ناس تفكر وانا لا اعتقد انه كما تصور برشا ناس انه السيد رئيس الجمهوريه ما يسمعش والا ما يحاورش ولا كذا، والدليل على ذلك وقت اللي صارت الحادثه نتاع بابار نتاع الاغنيه هذيك شنو قال السيد رئيس؟ هو نفسه قال انا ما قصوش يتسرق واحد سرق خبزه، ايش معناها؟ معناها المساله سايبوا الشوبين المراجعه والناس هذوما وقع معنا العفو عليهم الى اخره. فشنو نحب نقول انا لهنا؟ نحب نقول اللي المساله في فهم الظاهره اللي قاعدين احنا نعيشوا فيها لابد انها تتقرا في بعدها المركب. معناها المسائل مش ابيض واكحل، مش معاه ولا ضد. فما نقاش وفما حوار وفما نجموا معناها تصير معنا توافقات وفما حاجات ربما مقاربات مختلفه لنفس المطلب كيما مساله تجريم التطبيع وكيما غيره. واحنا منفتحين على الحوار ويلزم يكونوا منفتحين على الحوار وعلى ان نسمعوا بعضنا. الناس اللي ماشيه للاقصى عندها اهداف اخرى، ولذلك انا مراش اللي تونس فيها توتر سياسي باش نتحدث على هذا. انا لانه جميع الناس اللي تمارس في السياسه وانا حياتي كلنا عم في السياسه أصدقائي ونعرفهم ونلتقي بهم ومن الطيف السياسي الكل وما همش نابورتكي، مش منخرط في حزب، لا تلقاه من عام حزب ولا عضو، كلهم يعملوا في السياسة وكلهم يتكلموا ويقولوا احنا معاه واحنا ضد وإلى آخره. ناس هذه تمارس في السياسة، لكن الحكاية اللي قاعدة تو تروج أو يلوجوا على التسامح ولا التسامح مع شنو؟ أنا نحب نذكر برشا ناس أنه التسامح هذايا مع اللا حق وين هز الناس اللي مشيت فيه دهيت الكلها. هو بهرة والحديث عن التسامح عن التهد السياسي لمصلحة البلاد دايوغ الوضع الاقتصادي لتحسين مناخ الاستثمار، لكن مع من هيت نركزوا فيما أهم يزينا من العارك والمعروك ونركزوا هيت نبني وهيت نمشي ونقدموا إلى ما أهم مؤسسات الدولة اللي مستحقة خاصة بعض القطاعات العمومية اللي محتاجة إلى إعادة هيكلة. سيد النائب احنا مش مبطلوا، راه برشا ناس يقولوا علاش باقي يحكوا في السياسة، احنا نحكوا في هذا ولكن ال 24 ساعة نخدموا على قانون الميزانية ولا مصالح الناس ولا مشاكل تعيش الناس. لكن نحب نقول جملة أخيرة، شوف انا بالنسبه لي مع التسامح ومع المصالحه لان هذه مفاهيم اخلاقيه ماهيش مفاهيم سياسيه، ولكن مع من وكيف؟ بالنسبه لي نحن من وكيف الشعب التونسي اعطى مئات الشهداء، اعطينا الدم صحيح، فما ناس ماتت، فما ناس معناها فقدت الحياه نتاعها، الضحايا نتاع الرش في سليانه الكذا، العائلات اللي اولادهم تسفروا ما يعرفوهمش وين في شبكات التسفير. انا اليوم ما نجمش نغض الطرف ونقول معناها اجا، لا لابد من المحاسبه. تعرف الواش مش خاطر احنا نتشفاو بالماضي ولا لا، باش ما تتكررش الحاجات هذية، باش ما نسمحوش للقنوات هذية تتفتح من الجديد. يلزم تتسكر القنوات هذية ونمشيو للبناء والتشييد ونمشيو لمصالح الشعب التونسي يزينا والناس اللي تحب تعمل تهدئة سياسية يجاو نتناقشوا مع بعضنا في البرامج وفي كيفاش نبنيو بلادنا مع بعضنا. انت تحبها مربعة وانا نحبها مثلثة ويجا نتناقش معك للصباح، طرحك ليبرالي، طرحي مش عارف اجتماعي، الاخر طرحه كذا، مرحبا. هذا الحوار السياسي نحبوا عليه،
اما بالنسبه لمن اجرم في حق البلاد هذه هذاك علاش الشعب التونسي سمعني زوز ملايين و400 اللي انتخبوا السيد الرئيس ما هما يقولوا ما فماش منجز اقتصادي. حسب رايك شنو الحاجه الاساسيه؟ انا درت في الشارع ونحكي مع الكبار في العمر والصغار تعرف الجمله الاولى اللي يقول لك يقولها لك المواطن اللي صوته القيس سعيد خلينا نقولها هذه تفضل يقول لك الشخص هذا نظيف وحاسم مع الفاسدين ولو كان جات عنده ذره طمع ولا ذره فساد تعرف شو يعمل؟ ما يدخلش في عركه مع الاقطاب هذوما التاريخيين تعرف شو يعمل؟ يلمهم يقعد معاهم ويقسم معاهم الكعكه وتو يغرقوه في الذهب. هو قال لهم لا حق الشعب التونسي لازم ياخذوه، هذاك علاش صوتوا له الشعب التونسي. وبالحديث عن الشعب التونسي انتظارات الشعب اليوم من قانون الماليه 2025 اللي باش يعرض قريبا على بيانتو سي جاكم للبرلمان. لا وصل للبرلمان لجنه الماليه. وصلنا به لانه بالدستور يبدا النقاش نتاعو هذايا حسب العرف المتعودين عليه نهار 15 اكتوبر هو وصل للمجلس الان ونحن بصدد معناها الاشتغال عليه. ديجا زملائنا في المجلس الوطني الاقليم والجهات بداوا عندهم تو نهارين بداوا جلسات رسميه في مناقشه القانون. احنا بطبيعه لانه فما المساله نتاع تذكر اختي زين المساله نتاع الجلسه نتاع القسم اللي باش تصير اي وقتاش جلسه اداء اليمين الدستوري لرئيس الجمهوريه القانون اللي كنا معناه خمسه ايام وحنا نشتغلوا على القانون التعديل دوك ما نحكيوش على اخر الاسبوع هذا سيء هو انا ما نحبش نقول حاجه انا مانيش واثق منها ولكن نستناو باش يقع اعلامنا رسميا بتاريخ الجلسه هذه اللي انا ما نتصورش انها باش تفوت ما تنجم تكون تكون من هنا لاخر الاسبوع او بدايه الاسبوع القادم على الاقصى. هذا تقديري الخاص معنا. قانون المالية للمضامين اللي شفتها سيد النائب كيفاش نجم توصفه اليوم؟ هو أخت زينة فما مؤشرات في قانون المالية متاع سنة تختلف على ما رأيناه سابقا مثلا ولو أنه هو يمشي في نفس التوجه اللي رسمناه. وإحنا حتى المجلس النواب في المداخلات متاعنا إحنا في السنة الفارطة كانت كلها متجهة نحو التعديلات والتحويرات في علاقة بما هو اجتماعي. نعم. سنة شفنا بعض الإجراءات في النص اللي جاء من الوزارة فرحنا به. الضريبة التصاعدية مثلا الضريبة التصاعدية أنت خذيت المثال. ثم مسألة ذات التعويل على الذات. احنا باقي ماشيين في نفس التوجه في كون الاقتراض معناها ماناش خارجين مع المانحين الدولي. نعم. ديجا ماناش مسألة بنك النقد الدولي ماهيش مطروحة وقاعدين نحاولوا نعم. نمشيوا للاقتراض الداخلي على ما فيه ربما زاد من مؤاخذات لأنه كيف الاقتراض الداخلي باش يفوت نسب معينة نجم هذا يتسبب في شفط السيولة وربما يولي زاد عنده آثار وقت البنوك تتوجه لأقراض الدولة صحيح. نجم معاش تقرض المؤسسات الأخرى وينجم يعطل المسائل. هذاك اللي صار دايوغ مؤخرا افكتيفمون هذا صار سابقا ولكن اليوم شفنا احنا بعض الإجراءات خاصة في الجانب الاجتماعي في مسألة الضريبة التصاعدية فرحتنا برشا في كونه معنا نجمه حتى نعطيه تفاصيل في المسألة دي كيفاش أنه معنا مش مواطنين يفهمونا أنه معنا ضريبة تصاعدية معنا من صفر اللي الجرائم تاعهم سنويا نعم. من صفر الخمسة ملايين باش يكونوا هما معفين من الضريبة ثم من خمسة ملايين وإحنا ماشيين حتى نوصل لأربعين مليون سنويا هذوما باش الأجور نتاعهم باش تزيد معنا حسب الكاتيجوري الاجور. ياخي باش نرجعوا احنا هوني في الانترفيو باكثر تفاصيل نهار الاثنين معاكم مازلنا واصلين البرلمان على برشا خدمه ولقاءات ستتكرر مع اعضاء مجلس النواب. شكرا جزيلا سيد النائب يوسف ترشون. ما حكيناش في اللي يهم الشعب التونسي معناها اليوم جانب اقتصادي والله وصل الفكره للشعب التونسي تعتذر سامحوني غير درجين وقايد الكلمه لشهير الكافي تونسويت فلاش سبور بكل التفاصيل معاها. اجمل تحيه زينه زيدو كامل فريق السجون الوطني شيء طيب في الأمان.